هل أثرت منصات مواقع التواصل الاجتماعي على الدعاية التقليدية؟ قبل الدعاية نشوفها عن طريق الصحافة الورقية، عن طريق الإعلانات المتواجدة في الشوارع، يعني عن بهذه الآلية. الآن أصبحت منصات مواقع التواصل الاجتماعي الدعاية فيها أهم من الدعاية عبر الصحف الورقية وأهم من إعلانات الشوارع. إذا تأخذ هذا الجانب بالمنحنيين، فأكيد راح يكون في أثر إيجابي وسلبي. حلو. إذا تأخذ من الجانب الاقتصادي، فلا أثر إيجابي وسلبي، وراح أقول لك إياه. إذا تأخذ من الجانب الاجتماعي وكيفية تلقي هذا الناس وسرعة انتقال المعلومات عن السلعة وغيرها، فأكيد أيضا لها إيجابيا أو نقاط إيجابية وسلبية.